معلش يا حبايب قلبي، انا اضطريت امسح الفيديو اللي قبل دوت علشان حصل فيه مشاكل كتير كتير، وعبال ما حملته وكده هنا سلمى كانت عماله تقطع في الجلد، فبقول لها استني. بصوا بقى، احنا عاملين رومي ورز بسمتي وكده، بس معلش على الفيديو اللي انا مسحته، انا نزلته ومسحته دوت واحد جديد بعد ما ظبطته مني بقى، عماله احمل فيه البرنامج ما كانش عارفه ماله. فبينا يلا يا حبايبي بقى على الفيديو الجديد، ويا رب يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك عاملين ايه يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى كل سنة وانتم طيبين، آخر يوم في رمضان، فقلنا نصور لكم أول يوم في رمضان، آخر ايه برضه؟ آخر يوم في رمضان على يومات أحمد وفريال، وآخر سحور في رمضان على شطرة في المطبخ. هسيبها لكم في أول تعليم مسبق، خشوا شوفوا السحور، بهدلة بهدلة، هيعجبكم. سلمى الله أكبر عليك. سلمى بهدلتنا. بصوا، ودوت الرومي طبعًا. شايفين؟ تعالي خد. هو ده الدبوس بتاعي يا عم. ولا يحلم ان ده بتاعي اصلا. الله، لا صرفيه؟ لا خسرانية. ليكي ليه؟ بصوا اهو، بسم الله ما شاء الله. انا كنت صراحة عاينة الرومي لما اخواتي يجوا في العيد ونعمل غدوة وكده، بس طبعا منعوا الموضوع ده، فمش هينفعوا يجوا في العيد. زي ما معلق. وعاملين بقى رز بسمتي. ودي صلصة، والصلصة الجميلة دي احنا بنعملها أكلة خفيفة كده وبسيطة، علشان والله كنت بروق بقى، كنت مشغولة ومكانش في وقت. النهارده آخر يوم في رمضان، الواحد مش حاسس إن هو عايز ياكل. طب والله العظيم بجد بجد أنا ماليه نفسي الأكل خالص خالص. بص أنا حتى حبة رز قد إيه. بص عشان تعرف اللي أنا نصابة أهو. طب أنا خلص النص بقى تشتغل. لو تعبين. طبعا. يلا طبعا يلا. بتاعك بارد يلا. سلمى بقى انا ماليش علاقه بيها، انا هسيبها تلغص براحتها. خد يا صوف اللحمه. بقول لك ايه، البطيخ مش ساقع، هاتي بطيخ. البطيخ؟ والله انا ماليش نفس خالص. وانا وحياه ربنا ماليش نفس الاكل خالص. ايه؟ هاتي حطها. شربتي؟ شربت ميه كتير اول مره. طب كلي يلا. لسه اكلت يا سيف؟ يا سيف؟ اكلت حاجه عشان تقول يا ماما هاتي ميه. احمد ليك في التحدي؟ ده بتاع انا واحمد، انا اكله انا واحمد. دبوس اللي يكسب التحدي هو اللي يخلص الحته دي كلها. بقول لك ايه؟ ما جبتوش المناديل، انا نسيت اجيب المناديل. يا الترابيزه وحشتني قوي، بقى لنا كتير قوي ما كناش عليها. حطيها جنبك هنا وبطلي شرب ميه، وكلي خدي كوب. خدوا كوكو حلوة قوي، طعمه جميل. أنا بحبش أسلق بتاع ال ما بحبش أحمر بتاع سيف وسلمى، عشان ما بيحبوش متحمر، بيحبوا ياكلوه كده مسلوق. مش قادرة، مش هينفع كده، أنا عايزة 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 مناديل. أيوة ده فاضي. باش لا النهارده ما عنديش نفس بجد. هبقى انا هكسبك. يلا خلينا نكسب، عايزين نكسبه في مره بقى كده. اسمعي يا نهار ابيض، دي سلمى حطت مصاصه الحراريه بتاعتها. حطيتي مصاصه الحراريه ليه؟ اتاريها مش عايزه تاكل رز. اسمعي. بالذات لو حسام احسن مني. العيد بقى لو انتوا طيبين. نخلي ده فريق طبعا. جايبه من المخلل. كنت هات من عند حد تاني، عايز ايه؟ اقلب لك؟ طب مش تحط لي حبة طماطم كمان عشان اعرف اقلب لك؟ قلت له من برضه بتاعت سنة. بتاعت سنة. تعرف بقى كنت عملت الرومي دوت؟ خد يا سيدي. كنت عملتيه اسمه ده؟ ده اللي هو السعوديه ده اللي بيحطه في قلبي. حطه في قلبي ايه؟ ماما. بيحطه في قلب رز البسمتي. قلب ماما. اللي بيحطه في الفراخ واللحمه ده اسمه ايه؟ الكبسه؟ اه. ده الدبوس بتاعي بعد اذنك. حط لي زيت هناك. خليك عزيزة. معلش يا قلب.
خدي كوكو جميل، كوكو جميل قوي. خدي سكي. نعم يا عيني. ايه بص وشها كله روج، ماسكه الروج وبتلعب بالبخت. اشتغلت ليه؟ انتي بتوصفي لي ولا بتعلميني ولا بتعلميني؟ الرخامة اللي فيه ما وردتش على حد. حلو الحتة دي. مش انا لوحدي اللي بقول كده على فكره، الناس كلها اللي بتشوفه. انا رخم؟ بس يا سلام. ما تتكلميش معايا بالاسلوب ده. بص هيقولوا لنا كده، هم اصلا مش عارفين هم عايشين ازاي في البيت يعني. على مين؟ السيد مثلا، انت عايشه مع جوزك السيد ولا بتتكلمي انت؟ انت يا سمير لو خلصت اللب بصوا، دي حته هي قلبي، دي بيت الدبور، بيت الورد، دي حته من الورد بيت الزلموكه موجوده اهي. ايه يا قلبي؟ ايه الزلموكه؟ الزلموكه الهبل الزلموكه. لا انت عرفت عليه؟ بتطلع عليه يا بنت؟ تعالي كده مش عارف اقطع. تمسك يا احمد بيدك واقطع. طب هذا السلكه دي. ايوه. ما نشوفهاش. لا مش انت الواحد. ماما خلاص الفلاس. فلاس؟ لا والرز. ماما. مالك يا ماما خلاص الرز من الفلاس. ايوه خلاص رز الفلاس. طعمه حلو؟ يلا يا شوفه كل يلا. لا مش وقت هناك، مش هنا، مش وقته ده، عايز اوريكم الموسيقى. مش وقت كل، وانا اجيب لكم بوم، اجيب لكم بوم. ايه بوم؟ بوم اسمه ايه؟ بوم صغير كده بيتفرع في الدماغ. لا صاروخ انا جايبه لامك. يقول انا جايب لك صاروخ احطه تحت دماغك وفرقعه. بصوا النبي جمال، بصوا الجمال والحلاوه. تسع مرات خمام بلانا وشفاء. كويس ان انت لحقت وقلت كده. امك هتكسبك النهارده. قبل ما تكسبك انت كمان. هي كسباني على طول. حد مكسب من غيرك. انا اللي كنت بقرا السوشيال ميديا. ما بتحط النص ده؟ لا حاطه. طعم السكه في بعض مش عارفه اقطعها، سخنه قوي. سخنه مش عارفه اقطع سخنه. تحط لي الدبوس وعينيه فيه. عايز اكل الدبوس لوحده. الدبوس ده بتاعي ده. انت ست منديل، انا ليه عملت كده؟ خلاص كل بقى. المنديل بيلزق في الايد. نعرف اصلا في بلاد ما بيستخدموش المعالق زينا. بيستخدموا ايديهم. اولا يعني دي ايدينا اليمين. دينا اليمين، احنا مش بناكل بالشمال طبعا. بس هي الكاميرا بتتعكس عشان احنا بنصور بالاماميه. بنصور بالاماميه ليه؟ عشان خاطر ابقى مراقبه الاولاد وشايفه ده باين ولا لا، ده الكاميرا عامله ازاي، الصوره عملت ازاي، الفيديو واقف ولا لا، عشان الاولاد طبعا قاعدين معانا فمش حد متابع، فلازم اصور بالكاميرا الاماميه اشوف الصوره الاضاءه وانا قاعده كده. سمير كيس يا جدعان. ده سمير الكتب بامانه؟ لا بامانه. شاطر ماما انت خلصت الرز ولعبت فيه. بص انا عماله اتكلم وهو كل الدبوس. انت خلاص يا سمية انت هتكسب. احمد مش هيخسر النهارده.
شوت بقى كل شوت. قعدت تطر عليا لحد ما الواحد نفسه السد. المنشار كان نفسه مصدوم. احنا بنتكلم كده مع بعض بنهزر. بنهزر مع بعضينا مش بنتكلم كده مثلا خناق ولا اسلوب ولا الكلام اللي انتوا بتقولوه فاضي ده. احنا بنهزر مع بعضينا عادي. احنا بنهزر ما بينا كده يعني. احنا بنهزر زي ما بنهزر من ورا الكاميرا بنهزر قدامكم بس. ما انا ما انا ما انا شربت يا سيف. ما انا شربت. ادخل انا لسه من شويه اللي مش عامل في عقوبه. لا عامل في عقوبه. هو يا ابني ده عامل زي امه. اول ما انا كسبت تكسب تقول لك نعمل عقوبه، لو مش هتكسب تقول لك نعمل مفيش النهارده عقوبه. بتاكل لي قلبي. لا أنا جبت حتة القلب. قلبي يا ناس. أنا جبت الحتة البيضة دي قليلي. ده زلمكة. ماشي. سبت دي كله جاب إيه؟ طلع لي اتنين زلمكة. أنا عاوز أقول كده. خد السمسم قطمة. خد قطمة بس، خد قطمة صغيرة حتى عيب كده أمال لك خد لخ. خد يا سيف. لا انا طب خد اطمع. انت كسبت. انت كسبت. لا انما بقى انا طب خد اطمع. ايه خد اطمع مش عارف يفتح اللي في بقه وبقه مليان لحمه. استنى خد اطمع صغيره. خد يا سيف. طب خد اطمع صغيره. انت شاطر. انت قطه حقك عليا. خد يا اختي الدبوس قد ده. قطه امي. يلا شد تومي. خد يا اختي الدبوس قد ده. شطوره برافو. انت قلت لها انا والله ما خدت بالي حقك عليا. يا عم انت ايه؟ انا ما قطمتش لسه. نزل زي القشاش في الدبوس. ما قدامك اهو ولا قاعد فيه. انا عم الدبوس. اهو قدامي. سيبه سيبه خد انت الحته. ياسين كل الحته بتاعته واخيرا كمل حته. لا الرومي جميل احلى من الفراخ والبط والز اي اي جميل. لا كده متعدي. خد يا متعدين ايه؟ لسه مكمل اكل. انت ما خلصتش رز ولا ايه؟ ماما لا لا كده متعدين. سمير خلص. لا سمير خلص رز وانا خلصت الفراخ من قبليه. خلاص احنا النهارده مش هنعمل عقاب بقى. كل سنه وانتم طيبين اخر يوم. بعدين ده هنعمل بقى بعد كده بقى بعقابات جامده. الحته بتاعتك كلها عظم اساسا. لا ما كانش لحم. ما شاء الله. وانت ما كانش حتتك ليه؟ خلاص لا ما عرفتش. عشان دخلت رز كتير. ايه بقى؟ بصوا يا حبايب قلبي احنا النهارده في السحور ما عملناش عقوبات وفي الفطار احنا دلوقتي ما عملناش عقوبات عشان كل سنه وانتم طيبين بقى العيد. بصوا ان شاء الله في الايام العاديه هنبقى مثلا انا وياسين او انا وسيف او انا وسمير احمد او عيل من العيال كده هنتحدى بعض ونحطهم على القناتين وفيديو نطلع فيه مع بعضينا كلنا فيديو كده يعني هنشكل لكم ان شاء الله نعمل لكم تشكيل. عايزه ايه؟ عايزه لحمه من مناخير الرز وقلب الجوز. خدي يا اختي بصوا ما شاء الله حته اللحمه فيه قد ايه. والله انا كنت عايمه الرومي دوت من ساعه اول يوم رمضان كنت جايبه رومي وعملت الرومي ده قلت عشان لما اخواتي يجوا ان شاء الله في العيد نعمله وناكل معاهم الرومي بس للاسف بقى اتاكدت ان هم مش جايين. خلاص خدت الدبوس. انا ما بحبش اكل يترمي. انا مين اكل انا هرميه؟ خد المضيف في بطنك. لا ولا ولا العظيم تقيله وكبيره قوي عايزه تترقع كده في مناخير في سنان. وانت عامله كده ليه؟ ولا حتى رجلي كده. خد عايز تخد. لا مش قادر. خد. كمل يا سيف يا سمير حتتك. الحمد لله كده انا اللي كسبت برضك. كسبت ايه يا بابا؟ كسبت ايه؟ ايوه بابا كنت كسبت ايه؟ واكل ورقة الطابوسة. واكل ورقة الطابوسة. كسبت ايه؟ بجد انا ما كانش ليا نفس بس الدبوس بيخلي الواحد ياكل مش عارف ايه. بعرف انا مش مع ان انا في الطبيعة ماليش طول على اللي ورايا. مهما مطرح ما يسري يمري. يا ست اسكتي كويس انت عرفت تقوليه. اصرف ما يدي يا لي.
فتح ما ينزل ياكل. فتح ما ينزل يوجع صح؟ يلا كله. هتجيبوا لي هاتي منديل يا ستي، عاوز اغسل ايدي. انا اروح. انا كده فرشت الشقه كلها ما عدا الصبح. وغالبا مش هتفرش دلوقتي. مش دلوقتي يعني، بعد ما اشيل الليله ديت واظبط الدنيا وامسح كده اروح فرشه بقى الانتريه وفرشه اللعب. يلا بقى يلا عشان احنا كده نطول، كل الناس كل سنه طيبين. لا انا كل سنه وانتم طيبين بنسبه رمضان كريم، وكل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم. كل سنه طيبين ومناسبه العيد، وان شاء الله عيد الاضحى. وان شاء الله العيد اضحيتي يا ست سباتي. عيد الفطر. عيد الفطر. وان شاء الله السنه دي تبقى اسعد من السنه اللي فاتت، والسنه اللي جايه تبقى اسعد اكتر. اسمك ايه ده؟ ولا انا ولا انا. لكم كل طيبين وخلاص يا رجاله. كل سنه وانتم طيبين. انتوا لينا خالص. ايه يا بنت العيله ام امك؟ يلا اقول لكم كل سنه طيبين يا سيف. احنا هنقول كل سنه طيبين وسيف هيقلد صوت الجاموس، قال يا حبيبي. ويلا قول. يلا قول سلام بقى. سلمى قول لهم كل سنه وانتم طيبين. يلا يلا. سلام. دم نعناع. يا ده لايك لايك. طيب بقى كل سنه وانتم طيبين. لايك 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 ل